تعرف على طريقة استرداد حساب أنستا هدف النهائي بنجاح. نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالبحث هنا عن أنستا فيظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة حسابك. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التسجيل وبدء الاستخدام. ثم سوف نقوم بالبحث هنا على استعادة المحتوى الذي حذفته. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الحل لا يعمل. هنا سوف نقوم بكتابة الاختيار الذي تريده. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإرسال. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على